جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع من جدة يسأل ويقول إذا صلى المسلم الرافدة القبلية أو التي قبل الظهر أو قبل الفجر فهل إذا دخل المسجد يصلي أم يجلس جزاكم الله خيرا؟ إذا دخل المسجد فإنه يصلي ركعتين قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يصلي ركعتين تحية المسجد وإن كان قبل ذلك قد صلى الرافدة راتبة الظهر أو راتبة الفجر إذا دخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.